أفضل أن نبقى ثلاثتنا هنا. عفوا، نسيت أن أطلب القهوة لكمال. هل أحضرها؟ أنا من رأيي مها، اتركي الغرفة وتمشي قليلا، وأنا سأبقى هنا بعض الوقت. هل انتهت السيدة؟ أجل، إذا اتركان. حصل معي على الطريق ما أخرني. ما هو؟ دعك من ذلك الآن. البوليس، أليس كذلك؟ لماذا طلبتني؟ سأقتلها مباشرة. لا، ليس الآن، لم يأتي الوقت بعد. لكن البوليس يركبني، وبقاؤها حية معناه لف حبل المشتق حول عنقي. دعني أقتلها. إذا قتلتها الآن ستنكشف الجريمة، عندها فقط سيلتف حبل المشنقة حول عنقك. إنني أكثر منك استعجالا وأكثر حرجا. دعنا نتابع خطتنا، نقتلها بهدوء عن طريق الرعب. كل المحاولات فشلت. لنجرب بعد، سيكون موتا طبيعيا. تلك جريمة كاملة وسنكون نحن منها براء. ولكن البوليس يطوق المنطقة. اطمئن، قبلت. أعطني الآن شيئا من المال. الآن؟ ادفع، أنت لم تدفع منذ مدة. أصبر علي قليلا. صبرت طويلا. الليلة نقتلها وينتهي كل شيء، وسأعطيك مالا يجعلك غنيا ويؤمن لك مصداق مغادرة البلاد. إلى اللقاء هذه الليلة. كنت في انتظارك، هل من جديد؟ أجل، محاولة قتل بالغاز. قتل السيدة؟
السيدة. وأنت؟ لقد أضاعني، ذهبت مطاردتي له هدرا. مؤكد أنه ذهب إلى مكان معين. إلى حيث يكون القاتل؟ محتمل، فالقاتل المرحوم حي يرزق. إنها الجريمة المحكمة، السيدة مريضة بالربو، والانفعال قد يؤدي إلى موتها اختناقا. دفعها إلى قتله برصاص وهمي، معرفة سرها وسر مطاردتها، أي القاتل يطاردها، ثم قتلها رعبا عن طريق ظهوره بشكل مدروس عليها. إني أهنئ السيد سامي على موهبته الفذة. هل تعرفه جيدا؟ كيف حاله؟ بخير. اسمع، اسهر عليها جيدا. إن محاولة قتلها بالغاز يعني أن الجماعة يزدادون شراسة ويصعدون خطتهم. لا أدري ماذا يخبئ الليل، ولكن كن حريصا، وسأتصل بك فيما بعد. وكان على كمال أن يتأبى غضب أبي، فقفز بثيابه إلى النهر. ألا ترين أنه ظريف؟ ظريف جدا يا سيدتي، ويبدو أنك مرتاحة جدا إلى وجوده هنا. من المؤسف جدا أن يكون منتهى طموحه العمل كسائق. كان الأمر سيكون مؤسفا بالفعل لو لم يكن سائق سيدة جميلة مثلك، وهو مرتاح إلى كونك سيدته. إنني أثق فيه. هل كان معكم في المهجر؟ لو حدث وتزوجت هل ستبقينه سائقا؟ من قال لك أنني سأتزوج؟ ستبقين أرملة؟ أنت لا تعرفين وضعي جيدا. أنا نفسي أكاد أجهل من أكون، زوجة أم أرملة. في الواقع أنا لست زوجة، ويقينا لست أرملة. إنني في النهاية مجرد ممرضة تورطت ولا تدري ما هو الخلاص. إنه على الطريق يا سيدتي، وأعدك بأنه لن يطول. أنت ماذا ستفعلين لي؟ ما رأيك بفنجان من القهوة؟ أكون شاكرة، ولكن ماذا ستفعلين لي؟ سأذهب وأعده. إنه مصمم على قتلها. هل قابلته؟ أنا عائد من زيارته. ماذا قال؟ قال إن البوليس يراقبه، وإنه أصبح محرجا، ووجودها على قيد الحياة يتيح للعدالة مجال لإلقاء القبض عليه وإعدامه، وكما تعرفين فهي الشاهدة على جريمته. سنقتلها بطريقتنا. أقنعته بذلك، لكنه مصمم. الشيء الذي يقلقني هو أنه سيبقى سيفا مسلطا علينا بعد قتلها، وسيظل يهددنا ويطلب المزيد من المال. لن نعرف طعم الراحة. وما العمل؟ لقد أعطيت سمر مسدسا ذا رصاص مزيف، سأتسلل إلى غرفتها وأستبدله برصاص حقيقي، وبهذه الطريقة نكون قد انتقمنا من الاثنين، تقتله ويقتلها.
تابع جمع الحقائب. سنوهمها بأننا سنغادر القصر إلى غير رجعة. في حين تكون الجريمة المزدوجة قد نفذت بإحكام. في الغرفة ماذا يفعل؟ إنه يبحث عن مصدر الغاز. هذه ثاني مرة يبحث فيها ولا أظنه سيكتشف شيئا. دعيه يحاول، ماذا ستخسرين؟ قد يأتي سامي وزوجته ولا أريدهما أن يرياه في غرفتي. عفوا، ألم يغادر القصر بعد؟ غدا صباحا كما أرجو. الغاز كان يتسرب من داخل القنديل. عجيبة. كنت متأكدا من أن هناك ثقبا ما تسرب منه الغاز، وأن هذا الثقب مخفي بصورة دقيقة. إذن كانا يخططان لقتلي، وسامي هو العقل المخطط. كنت أعامله معاملة حسنة وفاء لأخيه الراحل، وكنت أظن أنه سيكون على مستوى المعاملة، لكنه كان يخطط لقتلي. لم أعد أحتمل. يجب أن تبلغ البوليس. ولكن ما أدرك أنه هو المخطط للجريمة؟ ومن غيره في القصر؟ من مصلحتي لموتي؟ أنت تتحدثين من موقع الشك لا من موقع اليقين. لا يجوز الحكم على إنسان واتهامه لمجرد الظن به. أنا واثقة أنه هو. هل رأيته بعينيك؟ لا. إذن بإمكانه الإنكار؟ سأطرده فورا. لا، يجب أن نمسكه بالجرم المشهود. أعطني يوما واحدا فقط، يوما واحدا فقط، وأعدك بأن المسألة لن تطول.
إنه هو، لا أحد غيره، هو وزوجته. ولماذا كنت تحاول إبعاد الشبهة عنه؟ أتسألني؟ أجل أسألك، لأنك أنت المسؤول. لم أطلب منك الاعتذار. وعدتني بأن اللعبة لن تطول. أما أنك تريد لها القتل، لم يكن ذلك اتفاقنا. لا تخف عليها، إنها تبدو قوية. إنها قوية بك، قوية لأنك موجود ولأنك تزعم حمايتها. لكن المسكينة لم تكن تعلم بأنها وقعت في مصيدة أدهى وأشد من ألعاب سامي. أعذرني إذا سألتك، هل أنت رديف لسامي أم أنك صاحب الوجه الآخر له؟ أم صاحب أي وجه؟ أريد أن أتسلى بقتل امرأة بريئة؟ قلت لك إنها لن تموت. ومن أدراك؟ هل عندك علم الغيب؟ إنما يفصل بين الحياة والموت هو ثانية واحدة، ولو أنك تأخرت ليلة أمس هذه الثانية لكانت ماتت. ومن يؤكد أنك لن تتأخر في الليالي المقبلة؟ لماذا ترفع صوتك هكذا؟ لأنك تحبها، أنا واثق من ذلك، ولأنها بريئة، ولأن كل الضلال والشكوك والشبهات التي رميتها بها مزيفة وبعيدة عن الواقع. ماذا تنتظر إذن؟ قلت لك لا ترفع صوتك. بل سأرفعه، سأرفعه حتى يصل إلى آخر المدينة. اسمع، أنا لم أملك طوال حياتي غير هذا المحور، ولا شيء عندي أخسره سواه، وسأخسره من أجل أن يظل لضميري صفاء عيني الطفل. أنا ذاهب. اجلس. دعني. اجلس. ألا تحبها؟ اجلس. ألا تحبها؟ وهل كنت فيما مضى أتحدث إليك بمثل هذه الأمور؟ لكنها ستموت. إذا صدق ظني فسينتهي كل شيء هذه الليلة، هذا وعد. وماذا ستفعل؟ إنني أتصرف وفق خطة خاصة. قد تواجه بخطة مضادة في غرفتها تؤدي إلى قتلها. اطمئن. إلى أين؟ سأتسلم إلى غرفتها وأتأكد إذا لم يضعوا فيها شيئا. لماذا أسلمت مصيري إلى كمال؟ هل لأني خائفة وأريد من يحميني؟ أم أنا في أعماقي مشاعر أعرفها ولا أستطيع قولها؟ لست أدري.
كان في المسدس رصاص مزيف، ثم استبدل برصاص حقيقي. ما القصد من وراء هذا؟ أنا أشد حيرة منك. السر؟ ألا تظن أن هناك هدفا ما من وراء هذه اللعبة؟ ذلك محتمل. إذن ولقد أحسنت التصرف. ماذا فعلت؟ استبدلت الرصاص الحقيقي برصاص مزيف. أردت أن أغير من مجرى اللعبة. إنني أراهن على مجهول. أتعبني التجول في الحديقة، ويبدو أنني لم أعد أقوى على المشي. لقد أخذ الليل يهبط، هل أضيء النور؟ كم أكره الليل. ما أسرع ما يقتل الليل النهار، ففي كل غروب تحصل للشمس مذبحة. تعالي وانظري إلى دمها، لكن الغريب أنه الدم الوحيد الذي يعطينا صورة شعرية. أي فن؟ أنت على نقيض تماما، فالليل يعصر قلبي وأشعر أنه سيطول ولن يطلع النهار. تعالي وانظري، سيفوتك مشهد رائع، ففي الأفق يطارد سواد الليل ما تبقى من عمر النهار. تعالي. إنني مرهقة، ويبدو أنك نسيت إضاءة النور. عفوا، لقد سحرني المشهد. ما بك؟ أشعر بضيق في النفس، لعله بسبب المشي. أراك شاحبة الوجه، هل أستدعي الطبيب؟ سأذهب أنادي كمال. لا لا داعي، أنا أدرى بحالتي. هل هذا صوت الريح؟ لقد تغير الطقس. أي ليل هو الآتي؟ لعله كمال. جئت لأطمئنك، لقد أقفلنا جميع الأبواب وراقبنا مداخل القصر كلها، وسأتولى أنا وكمال الطواف في الحديقة طوال الليل. ستكون ليلة عاصفة، ولكن أما من خطر على كمال في هذه، أقصد أما من خطر عليكما في مثل هذه الليلة؟ المهم أن تكوني في أمان. ماذا هناك؟ لا شيء، فقط كنت أدعوها إلى الذهاب. لن أذهب، إنه الليل وهي خائفة، سأبقى بجانبها، لن أذهب. السيدة ستكون في أمان، اخرجي. اسمعي ما يقوله أبوك. تصبحين على خير. إنها الثامنة مساء. ماذا تنوي؟ أظن بأنك فعلت جيدا باستبدال الرصاص، فالظاهر أن هناك خطة واضحة تبدو لي، وأرجو أن أكون على صواب. ما هي هذه الخطة؟ وضع رصاص حقيقي في المسدس معناه دفع السيدة إلى ارتكاب جريمة قتل،
وفي هذه الحالة فإن الهدف هو قتل المجرم، أي التخلص منه. لماذا؟ هذا السؤال هو فقط ما أبحث عن جواب له. عفوا، هل تظن أن لسامي علاقة بقتل الجواهري وأنه يريد أن يتخلص من القاتل؟ ولما لا؟ لا، سامي بريء من هذه العملية. ولماذا غضبت؟ لم أغضب، فقط أنا واثق من براءته في هذا الموضوع. ومتى كان القتل أبرياء؟ هناك احتمال بأن يحصل شيء ما في هذه الليلة. أسرع الآن بالعودة إلى القصر، وعند منتصف الليل سأكون هناك مع بعض رجالي. اذهب. بالمناسبة إني أشكر لك اتصالك المستمر بي، فأنا مدين لك بكل ما لدي من معلومات. قد أدار كمال الأسطوانة، هذا يعني أنه سهران على حمايتي.
لماذا لم ينطلق الرجل؟